السلام عليكم، انا شكري وهعمل معاكم النهارده صينيه الكنافه بتاعت رمضان. صينيه كنافه عاديه جدا 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 وبسيطه جدا، وهنبتدي على بركه الله الشغل. انا عندي نص كيلو كنافه مفرزه، طلعته من الفريزر فردته، بيبقى سهل في الفرك وهو مفرز اهو قدامكم. عندي حشو، الحشو اللي انت عايزاه، انا حاطط سوداني وجوز هند وزبيب وقرفه، عليهم معلقه سكر ومعلقه ميه ودعيكم في بعض. انت حط الحشو اللي انت عايزاه وعليهم معلقة السكر ومعلقة الماء ودعكهم في بعض. اللي بيحب الكنافة مقرمشة هيحط معلقتين سكر معاهم، سكر بودرة. اللي بيحبها طرية مش هيستعمل السكر. انا هحط السكر وهقلب الكنافة في بعضها اهو زي ما انتم شايفين، بفرفرها من بعضها كده بحيث ان السكر يخش فيها كلها، تبقى كلها ايه، بتفرك كده. وادعكها في السكر عشان تفك من بعضها. عندي صينية مقاس 30، هاخد نص الكنافة ارشها بالراحة كده في الصينية بصوابعي، ولحد دلوقتي احنا لسه ما استعملناش السمنة، خلي بالك اهو. هاخد نص الكنافة حاجة على السريع كده، وانت واقفة في المطبخ هتعمليها مش هتاخد منك ربع ساعة بالظبط. خدت الكنافة بتاعتي هوزعها بصوابعي كده، انا مش بتك عليها، انا بطبطب عليها كده فهتفرد معايا على طول، بتبقى بتتزحلق كده على الصينية فبتخش في بعضها كلها اهو كده. بسويها كلها في بعضها، والطروف بتاعتها اهي زي ما انت شايفة اهو، بطبطب عليها بس كده، لسه ما جاش مرحلة ان انا اضغط عليها اهو. خلاص كله اتساوى، هبدأ اهو اضغط عليها، اثبت كل حاجة في مكانها واركز على الجناب الصينية اهو. انا بتكلم معاك دلوقتي في الجودة بتاعة الصينية اللي انت هتطلعيها، وبضغط عليها كويس جدا من كل حتة، وصابعي دايما لامس سيف الصينية علشان ما يبقاش في حاجة طالعة، بتبقى كلها مية واحدة اهوت زي ما انتوا شايفين. وقلنا الحشو حط الحشو اللي انت عايزاه، انا ما بحددش نوع حشو، بس اهم حاجة تحطلي عليه معلقة سكر ومعلقة مية وتتعكيهم في بعض كلهم في بعض كويس. خلصت ضغط الصينية خلاص هحط الحشو. انا بحب الحشو كتير بحس يبقى طبقة، عامل طبقة كده في الكنافة، مش حاجة كده بتقابلني كل 3 4 مضغات، عايز طبقة كده حشو اكل احس ان انا ان الحاجة دي محشية اهوت. حطيت الحشو بتاعي وهوزعه، وطبعا انا مش مقياس لحضرتك، وانت بتشتغلي انت بتحط اللي يناسبك وتحط الكمية اللي انت عايزاها اهوت. بوزع الحشو بتاعي في الصينية كله سوا بعضه، صينية عادية جدا 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 وكلكم بتعملوها، بس انا بتكلم في نقطة تانية خالص هتعرفوها ان شاء الله لما تعملوا صينية الكنافة ديت. وزعت الحشو بتاعي وهبدأ ان انا ارش النص الباقي على الصينية اهو. هبدأ بطرف الصينية طبعا عشان اقفل على الحشو، وهرش الباقي كله زي ما برش كده. موضوع سريع جدا وبسيط جدا، مفيش فيه اي تعقيدات اهوت زي ما انت شايفه اهو. الحته اللي محتاجه بدلها، الحته اللي مش محتاجه ببعد عنها، وبوزع الكنافه بتاعتي كلها على الصينيه اهو. ترطي في صوابعك بس كده بتوزعي. بشتغل بسرعه شويه لان الموضوع يعني شايف انه بسيط جدا يعني، بس انا بقولك على فكرة يعني اهو بايدي كده بتعامل معك زي الرملة بالظبط، بوزعها على الصينية واسويها كلها ببعضها اهو. من هنا بجيب هنا، ومن هنا بودي على هنا، وبقفل الصينية خالص اهو. قفلنا الصينية كويس اهو زي ما انت شايفة، وبرضو بطبطب عليها
زي ما عملنا في الرأي الأولاني، فبيتحرك معايا الكنافة على طول، بتتحرك وتروح كل حتة في مكانها، وهبدأ بعد كده أضغط عليها أهو، أضغط عليها. ضغطة الكنافة دي مهمة جدا، دي اللي بتطلع حتة الكنافة ماسكة نفسها. قلنا اللي بيحبها طرية ما يحط السكر بودرة، اللي بيحبها مقرمشة بيحط سكر بودرة. مضغط عليها على قد ما اقدر في كل اتجاه وفي كل حتة. والله الموضوع ما هياخد معاك 10 دقايق بس عشان تصوير، فلازم عايز اتكلم في حاجات معينة، فبطول في اللقطة عشان عايز اتكلم في حاجات معينة بس. طرف الصينية بقفله كويس جدا كده خلاص. لسه هنبدأ نحط سمنة، وده الجديد اللي انتي مستغربة من ساعتها انا محطنا السمنة ليه. الكنافة زي ما قلنا بتحب السمنة، حط سمنتها زي ما انت عايزها، معاكي من 2 معلقة 3 لحد 1/4 كيلو سمنة، براحتك بقى. السمنة ديت بتاعتك انت، بس المعقول طبعا اللي انت هتشوفيه قدامك ده. الصينية دي قلنا مقاس 3 لان شغال عليها، وخدت كلها سمنتها اهيت، بقى لها كام حتة صغيرة كده اهيت، وهتخش الفرن على طول على نار عالية علشان تستوي. الشربات بتاعها قلنا 2 كوباية سكر و1 كوباية مية، دخلت الفرن استوت، ما استوتش، خدت يعني بدأت تحمر بس بدأت تتحرك من الصينية. هقلبها، خد بالك من المرحلة ديت، وشها بدأت تفرق عن الصينية وتتحرك في الصينية. هقلبها اهوت بصينية قدها كده زي ما انت شايفة اهوت، ما شاء الله زي الفل اهيت، وهرجع اردها تاني في الصينية. يبقى انا عملت ايه؟ خليت الارضية فوق ووش الصينية تحت، خد بالك من الموضوع ده، وهتك عليها تكتين كده، هي سخنة، ارجع كل حاجه زي ما كانت، وعلى الفرن تاني عشان اسوي الارضيه بقى ايه اللي تحت. اهي استوت الارضيه اللي تحت خلاص، وعند الشربات بتاعها ايه اللي قلنا، 2 سكر 1 ميه، وهبدا اسقي السكر الشربات. شربات زي ما بتحبي بقى، تقيل خفيف، موضوع الشربات ده بيبقى متروك ليك انتي اهوت. سقيتها خلاص اهوت، انا مش عايز الشربات يفضل بقى ايه على الوش كده، مش عايزه يفضل على الوش كده اهوت. عند سكليبر اهوت، شوفي او ظهر معلقه او اي حاجه عندك، بلم الشربات بوزعه على الوش، بسقيها كلها، مش عايز الشربات يركز في مكان واحد اهوت. خلصناها. طب دي هنقدمها ازاي؟ هقول لك هنقدمها ازاي دلوقتي. احنا سقيناها اهوت، لسه هنسقيها تاني كمان اهو. وزعت الشربات كله، واقوم قلبها تاني في الصينية، اخلي الوش تحت واللي تحت فوق اهو، وهسقيها، لان انا اول ما بحط شربات شربات بينزل تحت كده، انا هرجع الشربات لتحت وهبدأ احط لها شربات تاني من فوق اللي هو الوش بتاعها اهو. هديلها شرباتها برضو. اهو قلنا شربات تقيل، وهوزع، هعمل حسابي طبعا ان انا عاطي في الوش الاولاني كتير، هبدأ اوزع الشربات برضو على الوش ايه ده، اوزع الشربات على الوش كله، مش عايز الشربات زي ما قلت يقف في مكان واحد. طبق التقديم بتاعي اهوت، هحطه على الوش واقلب، ومتشكرين على كده. سقيتها كويس وقلبتها في طبق التقديم بتاعي اهوت، عشان ما اشتلهاش من الصينية واكسر وبهدل الدنيا اهوت. اهي في طبق التقديم خلاص، وهبدأ ان انا هفنش اهو الشربات اللي على الوش اهو، شوفي بلمه اهوت بالسكليبر، بوزعه في كل حتة في الصينية.
خلاص عندي جوز الهند وعندي فول سوداني اهوت. انت بقى فنيشي بالانواع اللي انت عايزاها، شوف انت عايزه ايه اهوت. خدتها كلها داير داير كده بجوز الهند، عندي فول سوداني منعمه، فول سوداني له طعم تاني خالص غير غير المكسرات وغير المواضيع دي اهوت. وبينهم شوية فلفل سوداني أو أي نوع مكسرات أنت عايزاه في النص. موضوع التفنيش ده متروك ليكي، أنا بس بوريكي الموضوع ماشي ازاي. يعني أهو حطيت شوية فول في النص على فرم عندي، وبالفرشة خدت شوية شربات كده ورش على الوش كده زي ايه باللمحة، بس باللمع صينية الكنافة اهي زي ما انتوا شايفين اهي. قلت بالفرشة باخدها بس كده من نقط كده بس كده، انا مش بسقي الوقت، انا بس بديلها شكل جمالي يعني، وبخلي الوش يلمع. تمام اهي خلصت، وبألف هنا وبألف شفا. جربوها هتعجبكم، سهلة وبسيطة وما فيش فيها اي حاجة. اعتقد ان دي صينية الكنافة بتاعت رمضان، ما بتزيدش عن كده او بيتعمل فيها اكتر من كده. كنافة اصنافها كتير، انا شغال معاكم لسه. وان شاء الله اذا الفيديو عجبكم اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.